عايزين عساكر، عايزين بس بدلية، حكومة بدلية. ما بنرجع تاني للزلة،
ثورتنا لسه مستمرة، ما بنرجع تاني تاني للزلة. ثورتنا لسه مستمرة، سقطت ما سقطت صابينها، لو نحل الجيش صابينها، في القيادة العامة صابينها، ليوم القيامة صابينها، في القيادة العامة صابينها، ليوم القيامة صابينها، سقطت ما سقطت صابينها، لو نحل الجيش 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 صابينها، صابينها، لو نحل الجيش صابينها، سقطت ما سقطت صابينها. يوم بدت هنا الثورات، الشعب السوداني والشعب الجزائري، بادر السودانيون قالوا تسقط تسقط تسقط، بس خرجوا من درمان، خرجوا من كل السودان، وهم يعبرون عن هذه الثورة، حرية حرية ضد الحرامية، تقتل كما تقتل بالتسقط الزول. الجزائريين قالوا هناك يسقط يسقط مين يسقط، بوتفليقة ما دارينك بوتفليقة، وان تو ثري في فالجيري، لا 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 بابا يا سلام، اللقطة جميلة، اللقطة جميلة. السودانيون يعبرون عن أفراحهم، السودانيون خرجت درمان، خرجت بحري، خرجت العاصمة المثلثة، يهتفون يقولون الشعب يريد إسقاط النظام. يا إلهي، ضربهم المد، ضربهم السوار، قالوا عنها ثورة ظلم، قلت نعم، قالوا عنها أزمة وقود، قلت نعم، قالوا عنها أزمة ديكتاتورية وعنصرية، قلت نعم، قالوا عنها أزمة قمح، قلت نعم، قالوا عنها وقالوا عنها. فسألوني باستغراب، هل هو الشعب السوداني شعب محبوب دوليا، مظلوم محليا، غني ماديا، فقير معنويا؟ خرجت الثورة وخرج الشباب. بوم. لا 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 كل سنك يحسن، نبقى مسطرينا، نحن شعب وسطى، يلا جيبوا مونا، نبني 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 مسرحا ونادي، حرب لا لا، كبري اسبتالة، سالة للثقافة، ايدو ايدو ايد، نلحق البعيد، ايدو ايدو ايد، ما في بين نسيت، تقرا انت تعرف، تعرف السياسة، في مكان حراسة، حجرة الدراسة، قيرة قيرة قيرة، نقطة الصغار، سلام سلام سلام، فيها ننطة منجة، أحسن الكمنجة، أحلى شكل منجة. تحية لك الله. تحية لك. ساعة وبتخاطب، بتقول الثورة بقت فوضى، وناسا متفلتة بتضارب كضبا كاضب، ما جينا عشان نكسر عربات، ما جينا نفتش لمشارب، يا أخي استغفر، هل نحن الطالعين نتخدر ونضحك ونسكر؟ أم ديل الأصلا من بدري بهناك قاعدين؟ أم ديل الناس المدسوسين يضربوا ويفلقوا في العسكر، تعمل حيلة وتفتح متراس وتفض الناس تتجمهر؟ ألعب غيره يا مجلس، كان غيرك أشطر، نفس كلامك قالوا الكيزان بالحرف الواحد بالشولة، قالوا الثوار ديل منفلتين وبهددوا في أمن الدولة، ما تكذب وتشين السمعة، ما تعاين للبر الميدان، وتخلي صلاة يوم الجمعة وختم القرآن. ما الثورة قامت في السودان، قامت وحتفضل سلمية، فاستعجل يا مجلس برهان، سلمنا الدولة المدنية. ثورة.
تحية للشعب السوداني وتحية للإعلام الحر الذي ينقل القضية بكل شفافية. حبيت أوصل معلومة بسيطة إنه الشعب السوداني كما سبق وسلف وذكر الغير كثيرا أن الشعب السوداني شعب واعي وأن الثورة ثورة وعي في المقام الأول. الشيء المهم الذي يجدر الذكر هو أن المجلس العسكري المتعند ما زال يحمي النظام السابق وسيظل يحميه حتى يجدون مخارجا للرموز السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيدين جدا بقناة شارع الثورة السودانية من داخل مطبخ تجمع إقليم دارفور بحيث نلتقي في إقليم دارفور ومعسكر زمزم من النازحين نلتقي في هذه السانحة ليكون نتعرف عليك. الموضوع هذا هو معدن الصناعي. كمان جدا في قناة شارع الثورة السودانية في هذه اللحظة. طيب أنا دار أعرف أول حاجة أنتي شاركتي من بيتين في الثورة السودانية بدل من الأخبار. والله إحنا يعني ما تنزل المسافة من دارفور لعمكم بعيدة شوية. لكن إحنا هناك ما بعرف. شغالين قبل 6 أبريل وبعد 6 أبريل وجينا الموقف الأول اللي هو إقليم دارفور عام جينا الموقف الأول وما تنسينا النسوان لازم يرجع رجعنا من خصوص إنه نجيب معدة فاين نسوان أيام يعني عبري حياة الأمريكا والكون بسيطة عشان ندعم أولادنا وأخواننا والأولاد اللي قاعدين فيه دائما غير ما يمشي بيت للعموم الكتار اللي احنا رجينا لأنه الشغل بيكون صعب في الغيادة هنا ما حيكون شغال عشان عنده قروش يمشي ياخذ. احنا قلنا نعمل قد عندنا مع انه نحن نازحين وما عندنا وده الدكتور ما عنده قوة يوم عشان ياخذ أبسط زول في اليوم ما بيكون عنده واحد يعني لهم لحم بس اللي هو منه زي برضه بيكون مصاريف لينا والله لو حسب دقيق الحمد لله وصلنا وبالأمس كان الإفطار ما زال شغالين فيه ولحد ما نرجع وصافينا صافينا لحد ما حقيقة طالب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محمد من القاهرة أحب أحيي كل الشعب السوداني العظيم ونترحم على أرواح الشهداء الصورة المجيدة. أحب أحييكم عبر قناة الجزيرة وأحب أقول لكل الشعب السوداني بلدنا نحن تاني مو مفرط فيها يا برهان أحسن للمدنية تديها أن نحن نفوسنا بالقرآن شبعانة وكلمات ربنا حفظانة عروضنا ما عريانة عشان نخلي دم أخواننا نحن عربي دم أفريقي لا إسرائيلي ولا أمريكي البكتل أهل ندمان يا نظامي يا سجمان نحن جيوشنا فرسان من زمن دغنا أبو عثمان والطابية لنا تاريخ والصورة لكم نجم الزحل والمريخ تحيا لكل الشعب السوداني إن شاء الله مدنية يا صبا أبدية صلاة العيد الناس إن شاء الله كلها في الغيادة حيب حي كل الشعب السوداني العظيم مرة تانية. بس توبة التحية للدوم التحية للدوم لك سولة بس أستوب
اوكي ثوله بطنا نثبت على ثوله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم المواطن السوداني صام الامين محمد النور. بعمل مدير مالي في احدى المؤسسات الحكوميه التابعه لديوان الحسابات. الحقيقه انا بهني الشعب السوداني البطل بثورته المديده، وخصوصا بالتهنئه بلادنا الشباب، والحمد لله ما قصروا ووصلنا لنقطه مهمه جدا. المفروض بعد كده تتحول لعمل يعني يكون فيه ونعمل فيه العقل، يعني يكون فيه تفاهم مع المجلس العسكري ونصل لحل ان شاء الله.